هذا المعرض فضيلة الشيخ سعود الخلف عضو قسم الدعوة بالجامعة الإسلامية ورئيس الجمعية السعودية العلمية السعودية للفرق والأديان والمذاهب. فضيلة الشيخ، من خلال زيارتكم لهذا المعرض، ما هي انطباعاتكم وما هي تطلعاتكم لهذا المعرض، وهل هو معالج لهذه الفكرة، فكرة مكافحة الفكر الضال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. لا شك أن المعارض لها دور في عرض القضايا التي تحتاج إليها الأمة في أمورها، سواء كانت الدينية أو الاجتماعية أو فهذه الأمور كلها المعارض تخدم هذه الفكرة وتحقق مقصد من مقاصدها. حقيقة أنا لست غريبا على هذا الجناح، فأنا أعرفه منذ أن كان فكرة، وحينما بدأ الإخوة في المكتب التعاوني في بدء إنشاء هذا الجناح والتنقل به في معارض مختلفة من أنحاء المملكة العربية السعودية، وسرني ولله الحمد ما رأيته من تطور في هذا الجناح عن المرات السابقة، وسرني أكثر الحقيقة الجهد الذي يبذله الزملاء في المكتب التعاوني في بقيق لمكافحة الإرهاب، ومن ذلك هذا المعرض المتنقل الذي الحقيقة جال في أكثر من مدينة من مدن المملكة العربية السعودية، وذلك قياما منهم بشيء من الواجب المناط بنا جميعا في مكافحة الإرهاب وفكر الغلو والتطرف والتشدد. فأسأل الله سبحانه وتعالى للإخوة القائمين على هذا المكتب التوفيق، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.